اكو شيخ عشيره كان عنده مهوال، والعشيره كانت عندها مهوال واحد تعتز به. فابن الشيخ شدوا يا هذا المهوال الى انه اضطر هذا المهوال ان يترك هذه العشيره وهذه المنطقه ويكون منطقه اخرى. فمات الشيخ، وابن الشيخ صار كبير وقامت تجي عرايض، فودى الصركال على المهوال وراح له، قال له الشيخ مات، قال له الشيخ مات، قال له ايه، قال له انا لله وانا اليه راجعون، قال له الشيخ الجديد يريدك، قال له ايه اجي. فاجي هذا المهوال ووقفوا بنص الميدان، وكانوا الشيوخ واقفين ومن ضمنهم هذا الشيخ الجديد، فمد ايده عليه المهوال وقال له فيك فيد خان ولا تظن يدوم، واللي يقعد فيك يختنق ويقوم، ما يكل سرابه بالبراري حوم، وحيل تعبنا الباريناه. المتسابق رضا الحلفي من محافظة البصرة يعد من أحد أهم الأسماء اللامعة بالأهزوجة الجنوبية في محافظة البصرة، وهو شاعر ومهوال مبدع، وترفع له القبعات عندما يرتجز وينشد الشعر الشعبي ومزجه بالأهزوجة الجنوبية البصرية، وهو منحدر من عشيرة وبيئة اجتماعية لها وزنها الخاص في البصرة، خصوصا في ميدان الهوسة. كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسابق رضا الحلفي من محافظة البصرة قطاع شط العالم. مهوال رضا الحلفي من محافظة البصرة، طبعا هاي أنا أعتبرها شهادة وأعتبرها شجاعة، لأن إنسان يعني مهوال معروف مثل رضا الحلفي وشاعر مبدع وأخوه سجاد. نعم. حسه المعدلة. سجاد حسه رضا، توكل بالله. رضا. القراءة الأولى للإمام العباس. سلام الله. ضموا ضموا وجوهكم ضمت نحر، ضموا وجوهكم ضموا وجوهكم ضمت، إيه؟ ضموا رقابكم ضمت وجه بنقاب، باكر كل نحر ينفتح فتحة باب. الله. ضموا رقابكم ضموا رقابكم ضمت وجه بنقاب، باكر كل نحر ينفتح فتحة باب. الله. يلزمكم سرى او كل من جزات اصواب، او يطش بروسكم كف ويطش تراب. الله. يلزمكم سرى وكل من جزات اصواب، او يطش بروسكم كف ويطش تراب. يذري يطش بروس العسكر، يطش بروس العسكر طشت صم تراب. طشت صم تراب، يطش بروس العسكر. اي رضا. القراءة الثانية. ايه. سوى بروسهم خلخال وبريل الفرس شده، حلو، وكثر ما قصب روس القوم ظنوا قلب ما عنده. ولا سوى بروسهم خلخال وبريل الفرس شده، وكثر ما قصب روس القوم ظنوا قلب ما عنده. ما يحتاج للتحصين الحرز يتحصن بزنده. الله. ما يحتاج للتحصين المنحر، المنحر ظل يتعوذ من طقة سيفه. الله. الله. القراءة الثالثة. براحتك، كلش على هواك. للعراق. برقاب برقاب الزلم عباس ظل يزبر بكيفه، خوش بلون الشيب كان السيف وبدمهم صبغ سيفه. هلا هلا. برقاب الزلم عباس ظل يزبر بكيفه، اها، بلون الشيب كان السيف وبدمهم صبغ سيفه. عادات اللي يجي مذنب، ايه؟ يقلل من سواليفه، المذنب يوم اقبل وتكلم سيف الكافل رد عليه. الله.
مذنب يوم اقبله وتكلم شيف الكافل ردع يسلم رضا وفق رضا رضا الحلفي طبعا هو انسان ابو ميدان الله يعزه من مهاويل البصرة اللي ما يختلف عليهم اثنين واسم اخو سجاد الحلفي ايضا نعم وهاي العشيرة عشيرة الحلاف ايه طبعا لها فرط طقوس خاصة بالهوس وبالذات باهلة بالذات باهله كنا بمهرجان حسين العام بشارع المسحب بالبصره بالقرمجوه عشيره مال الحلاف فكان عارف الحفل على النعيم والسنه كان على ناظم انا باثنين حاضر فالعام على النعيم الدراجه تحياتنا له وقف على المنصه وبدا بالمقدمه مال المهرجان وقال الشمر صعد على صدر الامام الحسين وجاي يحكي فشايب قام اسمه صاحب اعتقد صاحب ذب عقاله وقال هو 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 ابن عزيل هذا قامت الوادم اثار اخوته وربعه وهاي مفيده قامت قال قال اقلام الكتبه على حسين كتبه تزور قالوا خارجوا على الامير يثور ورادوا ينمحي وما ينذكر عاشور حسين من الله مثبت كل يوم نزور يا حسين انتهى المهرجان عجيل هذا تحياتنا لعشيره الحلاف هسه انت عندك ابو عباس اللطيفه ان انتم هنا بالمحافظات احنا هناك بالبصره هاي الحصه تمينا نسميها كميه وباقي المحافظات يسمونها الحصه واحد هوس عليهم هم جماعتنا الحلاف سواها للطيفه قالوا لا تقطع عنا الهوسه الحلف قطع كميته هي بالفعل اكو قصه صار هيك تحياتنا لا تقطع عنا الهوسه اهل هوسه تحياتنا لاخوتنا واصدقائنا قبيله الحلاف الله يرحم الاموات والله يديم الباقين يرحمه بالهيل الله الف رحمه على روحه بالهيل راضي ابو احمد الله يطول عمره ان شاء الله يا عيار الله يحفظه ويطول عمر حجه هويدي ابو حسن حجه هويدي هسه رضا انت قدامك ابو عباس محمد المياح وقدامك ابو عباس عدي الكعبي وانت حر في ما تختار سيد علي وياهم لا ما سيد علي وياهم يا سيد لو شيء ان شاء الله سيد علي وياهم خلاص علي وياهم عن المشكله شهاده برضا مجروحه اها رضاوه رضاوه اخو سجاد شعراء هذا رضاوه هذا العزيز انت ما عاد لي خليه ولا هو على الاختيار عم سيد سيد سجل محمد الله يعزك كل شيء انا اذا ما اختار ابو عباس راح تختار الثلثين هو خالد والله نعم ممنون لك الثلثين الثلثين تختار علي تسلم تسلم ابني امي ايه هذا السبب تاع الله يحفظك والنعم منك ومن خالك تسلم 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 رضاوي تسلم حبيبي وفض اها ومن يتلاقى العيزانات ها من يتلاقى العيزانات اهل اليم شي مخاضر والنعم تسلم 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 موفق رضا موفق موفق حبيبي رضاوي في المرحلة الأولى استطاع أن ينال رضا الجميع فاختار أن يكون ضمن فريق الشاعر محمد المياحي في المرحلة الثانية وهي مرحلة الارتجال فكان رضا الحلفي ساحرا بانتقاء المفردات والكلمات الممزوجة بحسجة البصرة المبدعة يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله هلا أبو محمد هلا بعد خالك الله يعزك هلا برضا مولانا الغالي هلف هلف. الله يعزك هلا الغالي هلا اليوم فريق محمد المياحي بعد زين هو رضا الحلفي وفريق محمد المياحي نعم خوالك من اهل البصره انا خاله خاله يسيلي ايه رضا يلا رضا يا سيف يا سيف لونك يشبه النار من صافحك شف مسلم الحار ويلاخ لا خاله هو يا سيف يا سيف لونك يشبه النار من صافحك شف مسلم الحار يا سيف مسلم ضاف لك صيت صيت الحمامة بطبة الغار يا سيف يا سيف مسلم ضاف لك صيت
صيت الحمامة بطبة الغار هو النحر ما عنده ينحان لكن يفل من مسلم وطار هو النحر ما عنده ينحان بعد خاله هو لكن يفل من مسلم وطار ارقاب القوم ولا تحترمك لو ما مسلم عارك بيك هو ما مسلم عارك بيك رقاب القوم ولا تحترم قل للسيف الله اي نعم الله الله هو ما مسلم عارك بيك رقاب القوم ولا تحترم يا بعد خاله هو تسلم الله يعزك حسه الله حسه اي والله يا جيش صيدك صبح محتام طبها الذي طقاته بالهام هل هل الطوع وطاحن الروس يا سيف يا جيش يا جيش صيدك صبح محتام طبها الذي طقاته بالهام هل هل الطوع وطاحت الروس طاحت حبر من ريش رسام هل هل الطوع وطاحت الروس طيحت حبر من ريش رسام فارسهم المفطوم على سيف ضم راسه ضمت راس نعام كون ابو فاضل يمه موجود شا وصل قطف الروس للشام كون ابو فاضل يمه موجود شا وصل قطف الروس للشام بجفي حزب العسكر شفت ياهل بال بجفي حزب العسكر هزت ياهل بالكاروك هو هز الجاهل بالكاروك بشفي هزم العسكر الله هلا يا بعد خاله هو روح لكم الله يسلم ابو محمد فد واروح لخالي مبدع رضا الحلف الله يوفقك الله يعزك عافيه عافيه رضا حسه رضا هو سجادهم حسه يعني سجاد الحلف هم حسه يعني انت هم حسه سيدي الله يحفظك لا مو مثل كلام اي والله هم الحسه لا هو اخو لين اصغر مني طبعا سجاد ورضا عندهم ميزه الهدوء حلوه ها شلون بدر وحسه على راسه الموضوع من محمد المياح يقول صديقك بايت ببيتك ويبوك جارك ويبوك جارك يسطع له جارك هو ببيتك لا حول الله عركه الخطار والجار اي اي رضا اي رضا صديقي وحاف جاري وبايت بداري وصفت علتي بدليلي وما طفت ناري تمنيته يغربه واخذ بثاري لو تمنيته يغربه واخذ بثاري ولو ما ماكل من زادي لو ما ماكل من زادي ثاري يصير مربع الله حاول ثاري يصير مربع لو ما ماكل من زاد ثاري من زاده اي نعم الله لا من زاده هو بايت عنده هو بايت عنده هو صديقي كله من زاده جاري ما اقدر انا اطق ليش تن لا هو كلب بيتي لا نفس المعنى هو للربط بطل عافيه بطل بنفسي موفق موفق فد واروح والله الحلفه مو لا لا سؤال شنو كان السؤال مال ابو عباس جاري بايت عندي صديقي بايت عندي وباك جاري هو رباطه شو يقول لو ما ماكل من زادي اي يقول لو ما صاحب وماكل ببيتك اعرفك شو اسوي له اسوي اي مربع اي زادي إيه. هذا هو سيد لاي ترى كلامه شو يقول لو كان مثلا يعني مثلا هو رباطه صحيح ما يقول ماكل وياه يعني شلون بس هو شو يقول سيد لاي يعني كلام سيد لاي بس يكون رباط يصير يقول له بالصورة المعكوسة يعني هو رضا ما كان نعم تشيل شغل بس نعم خاف من النعمة ايه سويت بي او ما كان من زادي نفس الشيء اما احترام نعم سيد بس خليك خدمك او زين هو بايق من جاري وين يدري بي هو صديقي لان هو اليوم باق عادة ترى ما يعرف بالبايق نعم سيد بس انا عرفته شلون انا عرفته بس هو ماكل من زادي شلون اروح اخذ ثار منه واخذ حق منه هو صديقي المعنى هو الموضوع زاد ومريح بس واحدة اول وحدة للايقاع
ما لهزوجه اصح من زاده. نعم. بالنسبه للقاء سواء ما ماكل من زاده، من زادي مو موسيقى ترضى الحلفي لك، هاي وحده لا فدوى حد لا اقتنع عن الكلام مو جانب من زاده. لا لا من زاده لو ما ماكل من زاده ثار يصير مربع، ثار يصير مربع بس ايقاع النغمه اصح. عادل. هاي وحده. اثنين انا لو ما نعمه رضى ببطني شا قبحت وياه. بس لا ورضى يقول شي ما اكل بزاده انا احترمته. اي المعنى واضح، المعنى واضح. اي هو يقول ما اكل عندي واحترمته بس للايقاع الموسيقي مال المهوال كلك عادل سيد. هاوم عزم البيت تحير، هاوم عزم البيت تحير بين الجار ويا الخطار معزم البيت. حياك احنا نتفق توفيق رضاوي والتوفيق ترى وقفتك هنا وقفتك تفضل تفضل. اي انا شويه طمعان بك اريد اسمع واحده من مخيلتك يعني خدمتك من التعجب صوتك الحلوه هاي اللي السرق تعرفونه مال الاقسام شو ما انا اعرفه فانا حاكيته قلت لي سرقي عنودي طبعك ترد لو جروك اش ما جروك ترجع تشبه الكاروك. ايه يا سرقي عنودي طبعك ترد لو جروك اش ما جروك ترجع تشبه الكاروك جيته هو المعاند بالتفق خلوك انت اول جايع يرجع تارس حلقه من الشاجور. فيه الله اي نعم رضا رضا مولاي على حد على حد لو طبيته على حد لو طبيته اهلا يا مشيم خالق على حد لو طبيته رضا اش حافظ لبو الهيل الله يرحمه. اي لبو الهيل اش حافظ بعد هيام الازرق عينك على الغطاء طاك الوقت كلش خطر لا تفرد من عظم الله. اي ابو محمد الله يرحمه هيام الازرق عينك على الغطاء كل وقت كلش خطر لا تفرد من عظم ترى المنتي منته ما يصح يمناك ترى المنتي منته ما يصح يمناك ما يصير يمنته ما صباح يمنا جينا احنا نفرزنها من الدم نعرف بها الملو ابو احمد ايه شلون ولياك الغير ابو الهيل ابو الهيل ابو الهيل ولياك الغيرين تل روعت لي فرس اي نعم ابو الهيل ونختمها ورباط سجاد اخوي يقول احنا لعبرنا بليل اليرعن بين الذيب وبين الذيب الله اها يسلم سجاد تحياتنا ممنون 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 انتظر الاحتاج رضا الحلفي الله يرحمه الله يبيض وجهك بطل. المرحلة الثالثة وهي مرحلة الاستنباط من آية قرآنية أو حديث شريف أو مثل، وكالعادة كان إبداع الحلفي كسابق الحلقات في الارتجال والتميز. الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أهلا رضا العزيز. طبعا رضا أيضا أنا نوهت عليه بالحلقات السابقة قلت إنه رضا من الأسماء المبدعة والمهمة بالهزوجة وسامعينه وهي أيضا تعتبر شجاعة فعلا يعني فعلا إضافة للبرنامج إيه إيه رضا باقين الإبداع الله يحفظه إيه رضا إن عقر تشفع لشف والعصب شد حيله وصدور الزلم تلواح للشيله الله إن عقر تشفع لشف والعصب شد حيله وصدور الزلم تلواح للشيله اتعظ منه براحه لما انسرب فيله فأرسل ربك طير أبابيل محاهم من وصل مرسال سجيله الله الله حلو حلو رضاوي الله يحفظك سيد إن عقر تشفع لشف والعصب شد حيله وصدور الزلم وصدور الزلم تلواح للشيله اتعظ منه برها لما انسرب فيله فأرسل ربك طير أبابيله محاهم من وصل مرسال سجيله احنا البسيوف والحق نتبارز جيشك ما ينفع والفيل فيه الله جيشك ما ينفع والفيل احنا البسيوف والحق نتبارز سيوف سيوف الله الله القراءة الثانية التقرب والبعد والمار والمامار تكش جلودهم لو سولفوا بالحار خش التقرب والبعد والمار والمامار
تكش جلودهم لو سولفوا بالحار وابراهيم من طب ما شوت النار النار تلهب بردت من وصاها على ابراهيم الله الله يا نار كوني بردا وسلاما الله القراءة الثالثة حتمل الإمام علي عليه السلام إن الفتى من يقولها أنا ذا ليس الفتى من يقول قد كان أبي ليش تقول أنا ابن التارس الماعون قول أنا من عزب ما جوع بطون الله ليش عزيز. تقول ليش الله. تقول انا ابن التارس الماعون قول انا من عزب قول انا من عزب ما جوع بطون الميبر طلع صيته بكف لي خيطون اذبح اذبح بجفوفك وشرم لو ما يحصل كف قصاب تحياتي الله الله برخصت اللجنه عيد الهوسه الاخيره رضا إن الفتى من يقولها أنا ذا ليس الفتى من يقول قد كان أبي ليش تقول أنا ابن التارس الماعون قول أنا من عزب ما جيو عبطون الميبر طلع صيته بكف لي خيطون اذبح بجفوفك وشرم لو ما يحصل كف قصار الله 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 يا رضا سيد علي الميالي ذكرنا بهوسه لمحمد المنصور يقول لا رد تصل ثابت الى رد تصل ثابت خز زرقع لهل بنيان شعبا ومحمد المنصور حياك نعم الى رد تصل ثابت خز زرقع لهل بنيان جت بعنان هالعليا تلقاها وركض فرحان الفتى من قال هذا انا موش القال ابوي كان هاو الماي يشلب العطه هاو الماي يشلب العط يظل يجد من العربان الماي يشلب العط تسلم عدي الكعبي احسنت رضا خذ روحك سيدنا ابو امين رضا الله يعزك ابو عباس اي فعلا وفق رضا الله يحفظك سيد لوي رضا ما عليه غبار ولا نقاش بس احنا للفائده نناقشه اي وصدور الزلم تلواح تشيله تلواح شنو تلواح؟ تلواح عملية تلواح تستخدم لصيد الصقور سيد. نوشة يعني شلون نوشة؟ القراءة احنا عندنا تشيلة ما عندنا صقور. نعم؟ تشيلة مو؟ اي 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 اسمعني الغراب يشدونه من رجله ويخلونه فالغراب يطلع صوت ويظل صدور الزلم تلواح للتشيلة للتشيلة الصيد تشيلة هسه تشيلة ما يمنه لا صقارة ولا صقور بالضبط بالضبط سيد ما يمنه احنا نسولف على تشيلة اذا وصدور الزلم نيشان لا تشيله تلواح سيد تلواح اذا للصقاره ماكو تشيله بس خلنا نكمل لك تفضل كمل مو الغراب من يشد برجله سيد خوش. يحاول يعني يظل يروح منه ويجي منه ما يقدر يحوت زين فالصقر من يشوفه راح يجي يصيده اي خوش حجي يجي للطعم بالضبط الطعم الغراب نعم الطير هو اي من يظل يلوح له على اساس يجي رجل صيده فالصقار يكض النوب يكض الصقر اي بدل ما يصيد الغراب يصيد نص صدور الزلم صدور الزلم نيشان يعني تقصد نيشان تظل تلوح للشيله حتى ما تخلي الشيله تعبرهم عافية صدرهم يتلقونها عافية عباس موفق ان شاء الله احنا للفائده رضا الحلفي رضا الحلفي اها ولا لحد لو طبيته لاني مشي مخالط عز الله موفق رضا الحلفي بس قبل لا تروح اذا حافظ في الرباط اطلب الهيل الله يرحمه نحكي لك هوس احسن لي ابو الهيل أيه. يقول يا عم الراس عفن والملح شي فيه تلاحق ذيلها خافن جسمها يبيد شفت يوم الطبق يا حسين عدهم عيد حسين الحق للظله ومثل الخانه وبالكوفه الله الله يعزه المرحلة الرابعة فهي استنباط معد من قبل اللجنة حول العفة أو الأمانة فكان رضا الحلفي مبدعا كما عهدناه فبعفة الحوراء زينب عليه السلام ابتدأ الحلقة وكان كالفارس الذي يمتطي جواده عند وقوفه على المنصة وصل حد الخيم صوت الضلع من طق اثار على الحسين خيولهم تسحق وصل حد الخيم صوت الضلع من طق اثار على الحسين خيولهم تسحق او زينب ضابة الشيله واللي يقرب عليها من الشرف يغرق
او زينب زينب ضب الشيله واليقرب واليقرب عليها من الشرف يغرق اخوتها انشتله وبطف بس العف عليها الطوف بس العف عليها الطوف اخوتها انشتله وبطف القراءة الثانية للأمانة مصيون الأمانة والصدق موجود ومن عش الحمامة ما خذينا العود مصيون الأمانة والصدق موجود ومن عش الحمامة ما خذينا العود أعلى شجرتنا منعنا شيلة الصايود شلون نخون الطاير أمن بينا وحط عوده عافية القراءة الثالثة العفة عافية رضا الله يعزك وشوية كلش براحتك اركب عالسفينة ياي لك طوفان ترى العفة غنيمة وهيبة الشجعان نركب اركب اركب عالسفينة جاي لك طوفان ترى العفة غنيمة وهيبة الشجعان يوسف يوسف عفته فتحت سبع بيبان يوسف الله الله اركب عالسفينة جاي لك طوفان ترى العفة غنيمة وهيبة الشجعان يوسف يوسف عفته فتحت سبع بيبان بثوب العفة تكشخ يوم انشق ثوبه عفيه في دوره عفيه يوم انشق ثوبه بثوب العفة تكشخ السؤال رضا هاي ارتجاليات لو كاتبين هسه يعني قبل فترة لا كتبتن هسه على السريع موفق بس الثانية تعتبر ارتجالية ارتجالي يعني دقائق لا لا يعني اباو عليه جاي يسترجع ويعني وكانه موفق ان شاء الله سندي بطل سيد علميال رضا الحلفي يوسف عفته فتحت سبع بيبان عفي ابو امير عفي والله عدي سيد رضا احنا ما نتناقش عليه رضا مهوال راكد مو احنا للشاشه هذا محتك بالميادين يعني هو جاي يعطي كوزه ثلاث ابيات بالثاني يخلي الضربه لو بالثالث لو بالرباط بدور وحده موفق سيد جاي رضا الحلفي جاي اشوف بيه اللون السبعيني للهزوجه الله يعزك سيد انا مو قضيته مو يم رضا حتى خاف يقول بالشاشه جاي جا مني بدور ما جاي يسرد لسرد حتى يوصلني النتيجه مشبوك احنا ثلاثة وقفل نعم ثلاثة ورباط ثلاثة ورباط ثلاثة ورباط ثلاثة ورباط ما من رباط ثلاثة ابو عباس احنا لازم نعيد التراث تسلم وجودكم ان شاء الله التراث لازم ينعاد تسلم ابو عباس رضا الحلفي رضا الحلفي ونعم منه الله يعزك خالد الله نعم منه فهل سيكون المتسابق رضا الحلفي صاحب لقب مهوال العراق؟ وقررت للماي وجيبنها وتشوف عيون مي وقفت على شريعة جيوش يا ابو جيوش ومثل حاش الغنم عباس بيه يحوش شاف منهم سلم والضال راسه من الجسد محشوش وشارد منهم شارد